يوم نهار تاريخي. ليش؟ تعمق. أنا اخترت هذا المكان مريح ومحضر لشي حلو جوا. المكان بيسحر. هيدي سيارة. لأنه الزهر بقهر قهر، يعني I'm a big fan. كتير حلو رومانسي الدكتور فودا. وش التيبل اللي حناكل فيها؟ كل شيء بينك اليوم، كتير حلو. كونه اليوم عيد ميلادك فأنت لازم تختاري إذا شيء، إذا تعديل نحن جاهزين. نو بديش أعدل اليوم، أنا مش جاهزة أعدل أي شيء بحياتي. تفضلي. هلا هون أنا حأنزل أقعد بالجاكوزي وأنت تتراجع علي. أوكي. دفع مصاري لك؟ ناخد بريك قبل ما نفوت نكمل الجو جوا. فعل. I like this. إن شاء الله عبير 100 سنة وإن شاء الله الله لا يحرمني من هالجمال وعلى الإنسانة المخلصة. وانا بوعدك عيشك اسعد انسان بالعالم. نعود عليك يا امين. هي بجنني ما كنت بالي. كريستيانو يلا رعد. وهلا صار وقت العشاء. ثانك يو. تعمل هاي تنطرك. كينوا ماش مندز. واو تي طيب. طيب قد ايه بتعطي السالاد في يوم ميلادي؟ السالاد 10/10. في كتير اوبشنز. واو شو هالباستا؟ شو في بقلبها؟ فيها طوميتو وحضرتك طابق بارميزان. اوكي والصوص اللي معه حطينا كمان. ثانك يو. ويلكم. سقع شوي. دكتور فود قديش بتعطي الباستا على 10؟ 3/10. يو والله. ام تروبو صحتين. طريقة كتير. صلصة الأعشاب طاغية عليها كتير. اللحمة طيب طرية. على 10. 9/10. ماي وش ما لازم اقولها لحد صح؟ نو استنى امين يا رب. منيت 20 شغله مع بعض سو يلا يا لهوي شو دي حشيت لك اياها فليو بالنص تعيدوا فيو طيبه. Done. You got it, baby. Beautiful. I love my bracelet. Shukran.